شاعر شجاع. الله يطول عمرك ويسلمك. أسئلة سريعة وأتمنى تكون إجاباتها سريعة. حاضر. بعدين مع أو ضد. ينضج الإنسان في الوقت الذي يحترق فيه قلبه. صح. نضجت؟ بقى شوي على النضوج. باقي على الشواية. باقي شوي. نصيحة نصحتها لشخص وندمت. لا تغدي بيز في ذهن الريجي. ندمت؟ جدا. لأن حطني أنا البيز في الموضوع، أسرب المعلومة ذي. يمكن مو ناصر بن قمر اللي يسأل سؤال. لا أفا يكرم منها. يكرم منها ناصر بن قمر. الحياة أحيانا تحتاج إلى تجاهل بعض الأمور. تتجاهل أشخاص وتجاهل أفعال وتجاهل أقوال. وش تجاهلت في البرنامج لحد الآن؟ أقوال. منها حقة المقدمة اللي أنت تقول يقول ما راح تاخذ مركز. يمكن صادق، يمكن دار إنك تطلع. لا. كنا كان يحارب على دخول البرنامج. لا شيء يرغب الأشياء في البقاء في الذاكرة سوى الإصرار على نسيانها. ودك تنسى شيء؟ أشياء واجدة، كل أخطاء ودي أنساها، ما ودي أتذكر الكبير والصغير من الأخطاء. لا تصمت عن الحق وسترى كيف سيكرهك الجميع. ساكت عن حق شيطان الأخرس. إن شاء الله أني ماني شيطان الأخرس. صار لك موقف وقلت الحق وكرهوك؟ نعم. الآن أنت قلت لي وعلمتك بالحق من اللي كان خلف المشكلة. تتوقع كرهوك؟ من اللي كرهني؟ أنا ما ضحيت بلا ما بي محرك كرثة. أنا أقصد في حياتك العام. أدري أدري أقول الشخص بالعام. أنا ما ضحيت به على أني ما بي شبي فيه. كل انسحاب يحفظ كرامتك انتصار. نعم. الخوف شجاعة بعض المرات والانسحاب بعض المرات شجاعة. وش السعادة الحقيقية في نظرك؟ رضا الوالدين. من ملهمك للكتابة في القصيدة؟ عفا ملهم نفسه. طيب الحين مع وضد لك الحق في تبرير واحدة، أم الباقي تقول مع